عام دراسي جديد استعد له الطفل معتز ابن 12 ربيعا وأبوه خواتم الحارثي الذي يشهد دخول ابنه نهاية المرحلة الابتدائية. بعد يومين فقط من بداية العام الدراسي وقع شجار بين معتز وأحد زملائه في مدرسة بشر بن الوليد في حيث قام أحد الطلبة بخنقه. أغمي على معتز، الأمر الذي استدعى إلى طلب الإسعاف، لكن إصابة معتز على ما يبدو كانت شديدة ففارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض. تم إبلاغ والده بالإصابة التي تعرض لها ابنه طبعا وضرورة قدومه على الفور، وعند وصوله وجد نجله قد توفي. على خلفية الحادثة تم إيقاف الطالب المعتدي وفتح تحقيقات مع طلبة الفصل، وبحسب إدارة التعليم في الرياض فإن كاميرات المراقبة وثقت المشاجرة بين الطالبين. بالرغم من مفاجعة خواتم الحارثي إلا أنه قرر التنازل عن القصاص من قاتل ابنه وسجل ذلك في محضر الشرطة. اشترط مقابل تنازله تحقيق شرطين، لنستمع لما قال. مدير التعليم الرياض أرسل الأمير صاحب سمو الملكي أمير الرياض فيصل بن درجة ولي العمرة وبلغته وقلت تخفى أن إن شاء الله السجين بيطلق الولد الحدث اللي سبب في وفاته معتز الله يرحمه ونبغاه يطلق. والثانية أن هيئة التدريس أو المدرسة وهيئة التدريس لما تصدقنا ما يجيهم شيء بسبب المرحوم، إنما نبغى عنهم لكل الخير، ما حصل منهم إلا الخير والله يبيض وجيهم ويرحم والديهم. والد معتز اشترط إخراج الطفل المتهم من السجن وعدم المساس بإدارة المدرسة، فما كانت التعازي وحدها التي انهالت عليه بل أيضا الكثير من الإشادات بموقفه المتسامح. وفرحنا بالخبر الثاني، يا ما أعفى عن صبيان عتيبة ويستاهلون العفو، وعتيبة قبيلة عريقة. فالحقيقة أنها هاضت قريحتي بأبيات وقررت أني أهدي له سيارتي اللي تحت رجلي جيب كبسولة 17، وهذا هدية مني بدون منه بدون ردود. أثناء العزاء ألقى شاعر قصيدة تشيد بالعفو الذي أبداه والده المتوفى. يض الله وجه زيزوم المحامل طيب السمعة ومحمود السجايا يا عزا يشملك أسمع يا عزا يشملك عفو الرب كامل في نهار فيه خلق الله عرايا والجميل اللي زرعت بالتعامل كلنا لرضاك يا خويتم هدايا ومثلك يعدون في روس الأنامل الكبار مطمنة روس القضايا أنت نادر والردي عين التهامل ونظرة يم الوجاهة والعطايا. الإشادات بموقفه ذلك لم تقتصر على الرياض فقط، فمن منطقة شرورة بجنوبي السعودية رفع أحد أفراد قبيلة العتابة علما أبيضا كتب عليه اسم خواتم سعد الحارثي تعبيرا على ما يبدو عن شكره لوالده المتوفى على لوالد المتوفى عفوا على تسامحه. هذه الرائحة البيضاء رفعتها لخويتم بن سعد الحارثي على فعلها الطيب صالة عن نفسي ونيابة عن عتيبة كافة في شرورة، ثناء وشكر ورد جميل وعرفان بجميلة على الأعراف والتقاليد ومذاهب العرب وسنة المسلمين التي سنها دين الحنيف فالتكاتف والتعاضد والمحبة والألفة والتسامح. تويتر مشاهدي لكم أن تتخيلوا الكثيرون أبدوا التعاطف مع عائلة الطفل معتز، وكان هناك بعض المواقف. هنا زياد يقول تعليقا على ما قام به خواتم الحارثي: الله يصبر أهله، والله الخبر طير النوم، وما أدري كيف راح يكون مستقبل الطلاب في المدرسة. يفترض هذه القصة تعمم على كل المدارس لكي يتعظ الطلاب من هذه الجرائم. الله يرحمه ويغفر له ويكون شفيع لوالديه يوم القيامة. منصور يقول: هذا بالفعل يبدو أنه عن حسن نية صنع مجرم مستقبلي يرى أنه لا عقوبة لقاتل وسوف يسرح ويمرح ويعيث في الأرض فسادا والله أعلم. شجاع السيف يقول: التنازل عن وفاة ابنه حقه الخاص،
وجزاه الله خيرا. أما إدارة المدرسة والإهمال اللي حصل منها حق عام للحكومة وحماية لأرواح البقية من الطلبة، ما لجميلة في التنازل أو الشرط بعدم محاسبتهم لأنه حق عام. منى علي تأخذ الموضوع من زاوية أخرى. التنمر أصبح ظاهرة في المدارس، لابد أن تتخذ الإجراءات اللازمة، وإلا فإن المدارس ستتحول قريبا إلى مسرح للجرائم، خصوصا وأن الأطفال اليوم تربية جراند فورتنايت، رغم رحم الله الطفل وجبر قلوب ذويه.